الإسلام ما يقاتل أحد. الآن حملة الأديان ما يقاتلهم أبدا، يقاتل الكافر. الكافر اللي ما يؤمن بقيم يقول له اسلم، ولك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. إذا ما أسلمت أنت خطر، لأن ما تحمل مبدأ، لأن الإنسان الخالي من المبادئ يعني مشروع مع الإجرام. الإنسان الخالي من الدين معناه ما عنده قيمة ربطه، فهذا خطر على الإنسان، يدفع عن طريقه، وإلا ما يقاتل أحد أبدا. وقف منهم موقف غاية باللين، لكن هم وقف